كتير في دروس عم نشوفها عن الصح والغلط، عن الحياة والظلم بطريقة كتير واضحة، مثل كأنك عم تحكي عن فلسفتك الشخصية. هي دايما بيوقعوا فيها الناس، ولهيدا السبب ماني جاي اوعى سقط فلسف، بس الواقع المر ما سمح لي ابدا استهزئ بمأساة البشر. هيدا هو صبي صغير قسيت عليه الحياة، كبر على بكير ونسي الذكريات، ما بيعرف وين صار ولا مع مين كبر، ما بيعرف يمكن هيدا القدر او قسوة بعض البشر. هيدا هو صبي صغير بس همومه كبيرة، اشتاق يلعب بالطابة او يرسم على ورقة صغيرة، كتير عليه يعيش حياة كريمة، ليش ما بيتحمل ذنب هالجريمة؟ على كل حال بعد الحياة مستمرة، الكل رح يفكر اني عم بالغ، بس بالحقيقة هيدي حقيقة مرة. لولا سنتات العالم ما كنت قدرت اعمل هالبيوشي نحط فيها مصرياتي. ان شاء الله كل يوم يقرقلوا شي 6-7 نفوس، نحن شو عم نصحطن؟ Thank you.
تاني امي شيرهم؟ اول حبيبي برا مات تكلمي. أيام بيقول يا ريت ما ترك الميتم، بس ما قدر يتقبل فكرة انه خسر اهله حياته ومستقبله. مبسوط بالشارع؟ يمكن تعود. اصلا لو كان جوا او برا حمد الله انه اعمى كرمال ما يشوف الواقع. شو بده يشوف؟ عيون امه يلي قد ما حلم انه يرجع يشوفن فقد نظره. هو هلأ عارف انه مستحيل يرجع يشوف امه. هو بيعرف انه ماتت من زمان كتير، بس مش قادر يتقبل انه تركته مع انسان مفترض يكون مثال التضحية والتعب. بس هو مش اكتر من رجال سكرجي ومرجي. قد ما كان يضرب امه كان يتمنى ينعمي لما يشوفها عم تبكي. واليوم يمكن تحققت أمنيته، ومش بس انعمى كمان فقد أمه. أنا ما عملت شيء. بقدر شاهدك فيه؟ حياة غيرك مش ملكك، بس مسؤولية عليك. كلمة بعتذر لا بتقدم ولا بتأخر. ابن محامي، نائب، وزير أو ابن البيك، فيك تتحايل على القانون، بس ضميرك رح يضل يوجعك. ما فيك تقتل وتهرب من الجريمة، ما فيك تتجاهل عيون أم حزينة. إن كنت كبير صغير، غني أو فقير، بعيون الحق والضمير انت مجرم حقير. مهما عليت بهالوجود رح تبقى من التراب، وللتراب رح تعود.